بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله في هذه المحاضرة أو نواصل ما ذكرناه حول نظرية التكاليف، ونتناول يعني النقط التالية. النقطة الأولى هي: هل منحنيات التكاليف التي ذكرناها، سواء منحنى التكلفة المتوسطة أو منحنى التكلفة الحدية أو منحنى التكلفة الثابتة، هل هذه المنحنيات يمكن أن تنتقل إلى مستويات مختلفة أم لا، هل تتحرك أم لا؟ ثم نتناول التكاليف على المدى البعيد، وهذه نقطة مهمة. ثم ننظر العلاقة بين متوسط التكاليف والتكاليف الحدية على المدى البعيد. ثم نتكلم عن اقتصاديات الحجم، ونربط يعني اقتصاديات الحجم بالعوائد إلى الحجم في النقطة الأخيرة. طبعا مسألة انتقال منحنيات التكاليف كما رأينا يعني مع الإنتاج أو قبلها مع الطلب أو العرض، قلنا أن الطلب له حركيتان، حركية ذاتية وانتقالية. كذلك على مستوى التكاليف، التكاليف لها حركيتان، حركية أولى حركية ذاتية، بمعنى يكون مثلا معنا هكذا تكاليف، مثلا متوسطة تكون هكذا average cost، معنا هنا الكميات ومعنا هنا التكاليف. إذا زاد مستوى الإنتاج يعني نكون في هذه النقطة، إذا زاد الإنتاج ننتقل إلى هذه النقطة، فتكون هذه حركة ذاتية للتكاليف. كذلك لو أخذنا مثلا مستوى الإنتاج كان هكذا، ثم المنتج أراد أن يقلص من مستوى الإنتاج إلى أقل، مثلا كان ينتج مثلا 50 فيريد أن ينتج فقط 45، فهنا يكون لدينا انخفاض في مستوى الإنتاج، ولا يتغير يعني أسلوب أو منحنى التكاليف، ولكن تكون حركة انتقالية في اتجاه انخفاض مستوى الإنتاج وطبعا انخفاض مستوى التكاليف المتوسطة حسب هذا المثال. لكن الذي يهمنا نحن هو الحركة الانتقالية، بمعنى أن التكاليف تتغير، وطبعا تغير هذه التكاليف يكون بناء على التغير الذي يحدث في أسعار هذه العناصر، عناصر الإنتاج. نحن مثلا ننخرط في المدى القريب، فالعنصر الذي يتغير هو عنصر العمل كما ذكرنا. فإذا زادت أسعار العمل وأجور العمال فهذا سيزيد في مستوى التكاليف، وهذا شيء طبيعي. طبعا إذا افترضنا أن المنتج يعمل بأجهزة معينة وهذه الأجهزة لها عمر افتراضي، يعني صلاحيتها الافتراضية 5 سنوات، ونفترض أنه مثلا تم استعمال هذه الآلات بعد 3 سنوات، عند السنة الرابعة قد مثلا يسعى المنتج إلى استبدال هذه الآلة بآلة جديدة، فممكن هنا أن يدخل يعني الجيل الجديد من الآلات ويلغي الجيل الأول من الآلات، ويتم بالنسبة للمنتج استعمال آلة جديدة تكون لها إنتاجية كبيرة، أو تكون لها يعني الفوائد يعني بالنسبة للمنتج أكبر من الآلة السابقة أو القديمة. لكن هذا المنتج عندما يشتري الآلة الجديدة يحتاج إلى عمال يمتلكون يعني مؤهلات، أو لهم مثلا مؤهلات تؤدي إلى استعمال مثالي لهذه الآلات الجديدة. فهنا يتغير يعني يتغير مستوى التكاليف، يعني تكون التكاليف مثلا هكذا تنتقل هكذا إلى أعلى. ثم كذلك على مستوى العمال، نفترض أنه في البداية بالنسبة للجهاز الأول كان يستعمل مؤهلات يعني أقل، ثم مع الجهاز الجديد صار يحتاج إلى مؤهلات أعلى، فطبعا ستزيد يعني الأجور، وهذا سينقل التكاليف إلى أعلى. إذا كان معنا مثلا هكذا منحنى للتكاليف، فسيكون منحنى التكاليف الجديد يعني يكون هكذا التكاليف كلية. فطبعا المنتج عندما يستبدل آلات أو تجهيزات بآلات جديدة متطورة أو حديثة، فهو يسعى إلى أن تكون تكاليف متوسطة أدنى. فإذا كانت التكاليف المتوسطة قلنا مثلا هذه التكاليف الكلية الثانية بعد استعمال التكنولوجيا، ونفترض مثلا بالنسبة للتكاليف الكلية الأولى كانت تعطينا هكذا تكاليف متوسطة، في حين عندما استعملنا أجهزة جديدة أو أدخلنا جيل جديد من الآلات والتجهيزات، فيمكن للمنتج أن يحصل على مستوى أقل من التكاليف المتوسطة هكذا، ويحصل على إنتاج يعني أكبر. هذا نقول مثلا الإنتاج الأول Q0، هنا يحصل على Q1، يعني باستعمال الآلة الجديدة سيحصل على إنتاج أكبر
ومتوسط إنتاج يعني تكلفة متوسطة عفوا أقل. كذلك بالنسبة للعمال لهم مؤهلات يعني أكثر، طبعا هناك تكاليف بالنسبة للعمال الجدد، لكن متوسط التكلفة يكون يعني في العموم أقل من مستوى متوسط التكاليف التي كانت يعني في السابق. ممكن أن يقع التغيير مزدوج، يعني ممكن أن يحصل تغيير في أسعار عناصر الإنتاج، وطبعا هذا التغيير ينعكس على أحجام عنصر العمل وينعكس أيضا على أحجام عنصر الرأسمال. طبعا بالنسبة للتقدم التقني له دور كبير بالنسبة لإنتاجية العمل، لأن نحن نفترض أن على المدى القريب عنصر العمل هو الذي يتغير تحديدا، فبالتالي إذا أردنا أن نزيد في إنتاجية العمل حتى تكون التكاليف المتوسطة منخفضة، فيجب يعني أن نزود أو أن نتيح لهؤلاء العمال استعمال يعني آلات يعني متطورة حتى يكون يعني تكون إنتاجيتهم يعني مرتفعة. فطبعا يفترض أن تجديد الرأسمال أو صيانة الرأسمال تؤدي إلى مزيد من أو تؤدي إلى تكاليف متوسطة منخفضة وتفيد يعني المنتج في نهاية المطاف. كذلك عندما نوظف عمال لهم مؤهلات يعني مرتفعة، فيمكن أن نحصل على متوسط إنتاج مرتفع، وتكون يعني التكاليف المتوسطة منخفضة. ننتقل الآن إلى التكاليف على المدى البعيد. طبعا عندما ندرس دالة الإنتاج على المدى البعيد، فيفترض أن مستوى الإنتاج يكون كما ذكرنا مرتبط بعنصر العمل وبعنصر رأس المال، وأن العنصرين معا قابلان للزيادة وللانخفاض، يعني كل شيء يتغير على المدى البعيد، والتغير الذي يحصل في هذه العناصر ينعكس على التغير الذي يحدث في مستوى الإنتاج وفي كمية الإنتاج. طبعا مثل ما رأينا على مستوى دالة الإنتاج، عوض أن نعتبر يعني دالة إنتاج مع ثلاث أبعاد، فنفترض مثلا أن لدينا مستوى معين من الإنتاج هكذا، ثم نبحث عن ما هو المستوى الأمثل لعنصر العمل وما هو المستوى الأمثل للأجهزة أو للآلات، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا نريد أن نخفض مستوى التكاليف الكلية. طبعا التكاليف الكلية في المدى البعيد ليست مثل التكاليف الكلية في المدى القريب. لماذا؟ أن كل شيء يتغير على المدى البعيد، في حين على المدى القريب قلنا فقط عنصر العمل هو الذي يتغير، وبالتالي هنا سيكون معنا W ضرب L، يعني تكلفة العمل، يعني عدد العمال القادم للتغيير، حتى ولو افترضنا أن الأجور تكون يعني معلومة أو متوسط أو معدل الأجور معلوم، زائد R أو عائد الرأسمال ضرب حجم الرأسمال. فطبعا هنا L تتغير وK تتغير، في حين عندما درسنا على المدى القريب كنا نفترض أن معنا هنا fixed يعني cost، يعني معنا عفوا معنا تكاليف ثابتة fixed cost، هذا على المدى القريب. لكن باعتبار أننا نحن هنا نركز على المدى البعيد، فسيكون معنا هذه العلاقة W L زائد R عائد الرأسمال أو ثمن الإيجار أو ثمن استخدام الآلات أو ثمن كراء الأجهزة إلى غير ذلك ضرب K، فهذا يمثل التكلفة الكلية. طبعا كل عنصر من هذه العناصر ستكون له إنتاجية حدية، مثلا عنصر العمل له إنتاجية حدية في هذا المستوى، وعنصر رأس مال له إنتاجية حدية في هذا المستوى. طبعا مثل ما رأينا مع الإنتاج، نحن قلنا أو أخذنا هذا الشكل
من الإنتاج أو من منحنى السواء كما يسمى. إذا معنا هنا عنصر العمل ومعنا هنا عنصر الرأسمال. فطبعا عنصر العمل يخضع لقانون تناقص، وعنصر الرأسمال أيضا يخضع لقانون تناقص، بمعنى كلما استعملنا مزيد من ساعات العمل كلما تخلينا عن مزيد من كلما تخلينا عن استعمال الآلة بشكل تدريجي. لكن هذا التخلي عن استعمال الآلة يكون يعني متناقص، أنا قد نتخلى في البداية عن 4 ساعات لاستعمال الآلة، ثم بعد ذلك عندما نزيد عدد العمال يعني ساعة عمل نتخلى عن 3 ساعات لاستعمال الآلة، ثم 2 ساعات كلما زدنا في عدد العمال وهكذا. أو العكس، عندما نريد أن نزيد في عدد آلات نتخلى مثلا عن 3 عمال، عندما نزيد أو نضيف مثلا ساعات عمل للآلة إضافية سنتخلى عن 2 عاملين فقط وهكذا. فالمسار عدد العمال ومسار عدد الأجهزة أو الآلات يخضع لقانون التناقصية، وهذه فرضية مهمة وهي واقعية حتى نفهم يعني كيف يحدد المنتج المستوى الأمثل من عدد العمال والمستوى الأمثل من الرأسمال أو من الآلات أو التجهيزات. نأخذ هذا المثال البسيط، لاحظوا معي هنا، معنا هنا عنصر العمل لايبر، ثم معنا في الأعمدة عنصر رأس المال. تلاحظون عدد العمال من 1 إلى 5 وعدد الآلات من 1 إلى 4. إذن معي الآلة الأولى، الآلة الثانية، الآلة الأولى، هنا معي آلتين، هنا معي 3 آلات، هنا معي 4 آلات. نلاحظ مثلا لو كان معي 2 عاملين وكانت معي آلة واحدة سيكون مستوى الإنتاج هو 10. لو أخذنا مثلا أن 2 عاملين يستعملان 2 آلات عوض 1 آلة فسيكون إنتاجهما أو الإنتاج الذي ينبثق عن هذا التوظيف المشترك بين 2 عاملين و2 آلات سيؤدي إلى تحقيق 15. ونلاحظ هنا أن الفرق عندما ننتقل من آلة إلى 2 آلات الفرق هو 5، يعني نضيف 5 طن مثلا. ثم إذا استعمل 2 3 آلات سينتقل مستوى الإنتاج من 15 إلى 18. وطبعا هنا إذا كنا قد أضفنا 5 إلى مستوى الإنتاج السابق فهنا سنضيف فقط تلاحظون 3 إلى مستوى الإنتاج السابق. ثم عندما يستعمل هؤلاء 2 4 آلات أو 4 أجهزة فسيصل مستوى الإنتاج إلى 20، وطبعا ستكون الإضافة أو الإنتاج الحدي للآلة هو 2، يعني 20 ناقص 18. إذا استعملنا، إذا أخذنا مستوى معين للعمالة، أخذنا 2 عاملين أو حجم العمل هو 2، 2000 ساعة أو 2000 عامل إلى غير ذلك، نرى ما يحدث يعني لإنتاجية رأس المال. معي هنا آلة، 2 3 آلات، فنلاحظ أن ننطلق هنا مثلا من 5 ثم ننتقل إلى 3 ثم ننتقل إلى 2، وهذا يدل على أن الرأس مال أو أن الأجهزة تخضع لقانون تناقص. نفس الشيء لو أخذنا مثلا 3 عمال أو أخذنا 3 آلات هنا، ثم 3 آلات يستخدمها عامل واحد لكان مستوى الإنتاج هو 13. لو استعمل 3 آلات استعملها 2 عاملين 2 سيكون مستوى الإنتاج هو 18 إلى غير ذلك. نلاحظ هنا عندما نستعمل 3 آلات ونستعمل 2 عاملين مستوى الإنتاج يزيد بكم؟ 5، بمعنى 18 ناقص 13. الإنتاج يعني ينتقل يعني أو يزيد 5 درجات أو 5 نقط من 13 إلى 18. كذلك مع 3 آلات باستمرار لكن مع عدد عمال يعني متزايد، يعني نضيف عامل جديد، فسيصل مستوى الإنتاج تلاحظون إلى 22، وطبعا سيكون معنا الإنتاج الحدي لعنصر العمل هو 4، يعني من 5 إلى 4. هنا نرى القانون التناقص يعني بالنسبة للإنتاجية الحدية لعنصر العمل. كذلك إذا انتقلنا إلى 4 عمال مع 3 آلات دائما الفرق يعني هنا 24 ناقص 22، نلاحظ زائد يعني 2، ثم هنا 25 ناقص 24، نلاحظ يعني زائد 1. فعنصر العمل يخضع لقانون التناقص، وعنصر الرأسمال
يخضع لقانون التناقص أيضا. طبعا هنا نتكلم عن دالة الإنتاج، فهذه الأحزان من عنصر العمل ومن عنصر الأسمال. إذا افترضنا أن أجور العمال معلومة، إذا كان معي مثلا هنا 1000 كأجر العمل، سيكون معي تكلفة العمل هي 1000، إذا كان معي 2 ستكون 2000، 3 3000، وهكذا. فكلما زاد مستوى الإنتاج زادت تكاليف العمل. نفس الشيء بالنسبة للآلات، إذا كان معي 2000 ومعي عامل واحد، مثلا نفترض هنا 2000 500 كعائد أو ثمن لاستعمال الآلة، فآلتين يعني سيكون معي التكلفة المرتبطة برأس مال هي 1000، يعني 500 ضرب 2، وهنا معي مثلا 1000، ستكون التكلفة الكلية هي 1000 زائد 1000، يعني 2000. فبالطبع هناك تأثير لمستوى الإنتاج على التكاليف الكلية، كما أن هناك تأثير لقانون تناقص على متوسط التكاليف كما سنرى بعد قليل. هذه النتائج، يعني ذكرنا مثال هنا ونعطي النتائج للكلية. إذا أخذنا مثلا الإنتاجية الحدية لعنصر العمل باستعمال آلة واحدة، استعمال آلتين، استعمال 3 آلات، استعمال 4، فنلاحظ هنا أن قانون التناقص ينطبق. طبعا هذه الحالة هنا حالة استثنائية، لأن عموما نبدأ من الدرجة الثانية، يعني 6-3-2 يعني تناقص، 5-3-2 تناقص، 5-4-2، 5-4-2، وهكذا. نفس الشيء إذا أخذنا عنصر العمل يتغير، ثم معنا أجهزة، نلاحظ هنا أن معنا 6-3-2 يعني تناقص، 5-3-2-1 تناقص، 5-4-2-1 قانون تناقص. ونفس الشيء بالنسبة لي عندما نستعمل مثلا 4 عمال ويتغير يعني عدد الآلات، فنحصل على هذه الزيادات المتتالية بالنسبة للإنتاجية الحدية للرأسمال. ننتقل الآن إلى متوسط التكاليف على المدى البعيد، وهذه نقطة يعني جوهرية. نلاحظ بداية إذا اعتبرنا 3 مشاريع، يعني مشروع مثلا نقول أول مشروع واحد، ثم مشروع 2، ثم مشروع 3، ونفترض أن المشروع الأول له تكلفة متوسطة، فنقول average cost 1 للمشروع الأول. نفترض أن هذه التكلفة المتوسطة تكون يعني أكبر من متوسط التكاليف للمشروع الثاني، والتكاليف المتوسطة للمشروع الثاني تكون أكبر من التكاليف المتوسطة للمشروع رقم 3. إذن يمكن أن نقول هنا معنا مشروع مثلا من حجم صغير، هنا مشروع من حجم متوسط، ثم معنا هنا مشروع من حجم يعني كبير. إذا أخذنا هذا المثال وافترضنا أن دالة التكاليف تكون هكذا، دالة التكاليف متوسطة على المدى القريب، طبعا نكتب هنا كيو يعني مستوى الإنتاج، ثم معنا هنا average cost يعني متوسط التكاليف. إذا افترضنا أن التكاليف المتوسطة للمشروع الأول تكون هكذا بهذا الشكل، ثم قلنا أن التكاليف المتوسطة للمشروع الثاني أقل من التكاليف المتوسطة للمشروع الأول، إذن ممكن أن نأخذ هكذا تكاليف المشروع الثاني، هنا الحد الأدنى، هذا الحد الأدنى للمشروع الثاني. ثم بالنسبة للمشروع الأخير نفترض مثلا هكذا، هكذا معنا هنا الحد الأدنى هكذا. معنا هنا في البداية المشروع رقم 1 له تكاليف دنيا في هذا المستوى، مشروع رقم 2 له هذه التكاليف الدنيا في هذا المستوى، ثم المشروع الأخير رقم 3 له هذه التكاليف الدنيا. من هنا معنا هكذا تكاليف الدنيا. طبعا يفترض أن هذه التكاليف المتوسطة تخص المدى القريب، يعني أن المنتج هو ينخرط
في بعد زمني أو في أفق زمني معين، نقول مثلا المدى البعيد هو 5 سنوات أو 4 سنوات، فممكن أن ينخرط في المشروع الأول، يقول أنا أبدأ صغير، أبدأ بمشروع صغير، ممكن أن ينخرط في المشروع الثاني بداية يعني منذ الانطلاق منذ البداية، كذلك ممكن أن ينخرط مباشرة في المشروع الثالث، يعني مشروع يعني كبير. فلو أخذنا مثلا الكميات التي يمكن أن يحققها المنتج بناء على معيار التكاليف المتوسطة، إذا هنا معنا هذا المثال، نفترض مثلا هنا كيو 1 ثم نأخذ يعني مثال آخر هكذا كيو 2 ثم نأخذ هذا المثال كيو 3 ثم نأخذ الحالة الأخيرة معنا هكذا كيو 4 إذا افترضنا أن المنتج يختار كيو 1 يختار مثلا 10 طن ويبدأ بمشروع مثلا صغير ينتج 10 طن مثلا في الشهر أو في السنة، فطبعا نلاحظ أن هذا الحجم من الإنتاج يعطينا هذه النقطة التي يعني تمثل هذا المستوى من التكاليف المتوسطة. فماذا نلاحظ هنا؟ أن هذه الكمية التي يختارها المنتج تؤدي إلى نفس مستوى التكاليف المتوسطة بالنسبة للمشروع واحد وبالنسبة للمشروع اثنين، يعني هناك تساوي بين التكاليف المتوسطة بالنسبة للمشروع واحد والمشروع رقم اثنين. فطبعا هنا يختار ما يريد، إما يختار المشروع الأول وإما يختار المشروع اثنين، لكن مبدئيا إذا كان هناك له الخيار بين الاثنين فالأفضل له أن يختار المشروع اثنين. لماذا؟ أن المشروع اثنين يستطيع بعد فترة مثلا من انخراطه في هذا المشروع أن يصل إلى مستوى أدنى من التكاليف المتوسطة فيكون قد استفاد، يعني ممكن أن تكون هوامشه الربحية أكبر لو أنه انخرط يعني في المشروع الأول. كذلك نلاحظ لو انتقل من مستوى إنتاج مثلا 10 طن كيو 1 إلى 15 مثلا كيو 2، نلاحظ هنا ممكن يقارن بين متوسط التكاليف عند المشروع الثاني بهذه الكمية، عند هذه الكمية نلاحظ هذا متوسط التكاليف، وبين متوسط التكاليف عند هذه الكمية كيو 2 بالنسبة للمشروع رقم 1. لاحظوا هنا هذه التكاليف بالنسبة للمشروع رقم 1 أعلى من هذه التكاليف، فإذا أعطي الخيار للمنتج بين اختيار المشروع رقم 1 والمشروع رقم 2 فطبعا تلاحظون أنه سيختار المشروع رقم 2. لماذا؟ لأن التكاليف المتوسطة أقل يعني من التكاليف المتوسطة للمشروع رقم 1، فسينخرط إذن في المشروع رقم 2 ويسعى باستمرار إلى تحقيق أدنى مستوى للتكاليف المتوسطة. نلاحظ طبعا لو أننا افترضنا أنه يقفز من كيو 2 يعني من 15 طن، نفترض هنا مثلا 10 طن من 15 طن، هنا نقول مثلا 30 طن، هنا نقول مثلا 35 طن لإعطائني أمثلة. لو أخذنا 30 طن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ يعني أن مستوى التكاليف الذي يمثله المشروع الثالث أقل، مستوى التكاليف المتوسطة طبعا أقل من مستوى التكاليف الذي ينبثق عن المشروع الثاني، وبالتالي المنتج الذي ينخرط في بعد زمني في أفق يعني زمني مستقبلي يعني في المدى البعيد سيختار المشروع الثالث، والمشروع الثالث يعني المشروع الكبير ممكن أن يؤهله بعد فترات أو بعد زمن معين إلى الوصول إلى أدنى مستوى للتكاليف. طبعا المقصود من هذا المثال هو أن المنتج ممكن أن ينتقل حسب أبعاده الربحية أو قدراته الإنتاجية من مشروع إلى آخر، سواء تكون نظرته على المدى القريب فيختار المشروع الصغير، إذا كانت نظرته إلى المدى المتوسط ممكن يختار المشروع الثاني، إذا كانت نظرته إلى المدى البعيد فممكن يبدأ يعني بمشروع يعني كبير، وبعد فترات وبعد سنوات سيحصل على أو سيصل إلى أدنى مستوى للتكاليف المتوسطة وسيجني يعني أرباح بالطبع كبيرة. طبعا لاحظوا معي لو أخذنا، إذا كانت هذه المنحنيات هنا منحنى التكلفة المتوسطة الأولى ومنحنى التكلفة المتوسطة الثانية والثالثة تمثل منحنيات التكلفة المتوسطة على المدى القريب، ممكن أن نكتب هنا short run average cost
متوسط التكلفة على المدى القريب واحد، ثم نفس الشيء هنا معنا متوسط التكلفة على المدى القريب للمشروع اثنين، ثم هنا معنا متوسط التكلفة للمشروع رقم ثلاثة على المدى القريب. إذا أردنا أن نحدد ما هو منحنى التكاليف المتوسطة على المدى البعيد، فنأخذ هذه المنحنيات هكذا بهذا الشكل، نأخذ هذا الجزء من هذا المنحنى ونأخذ هذا الجزء من هذا المنحنى، فيكون معنا هذا المنحنى الموجود بالأحمر هو الذي يمثل long run average cost، بمعنى أن المنتج عندما ينخرط في المدى البعيد، عندما يكون له أفق زمني ليس بالقصير يعني بعد زمني كبير، فسينظر إلى أدنى التكاليف الممكنة بالنسبة لهذه التكاليف المتوسطة على المدى البعيد، فيختار طبعا هذه النقطة، يختار 35 طن. لماذا؟ لأن هذه 35 تعطيه يعني أدنى مستوى للتكاليف، وبطبيعة الحال إذا رأينا الخيار بين هذه المشاريع سيختار يعني المشروع رقم ثلاثة. نفس الشيء يعني في هذا المثال الثاني نلاحظ هنا أن معنا مجموعة من المشاريع الممكنة معنا هنا مجموعة تكاليف متوسطة على المدى القريب، ومعنا منحنى ومغلف مثل ما كان معنا في السابق، هنا هذا مغلف مغلف التكاليف المتوسطة على المدى القريب والذي يمثل التكلفة المتوسطة على المدى البعيد. نفس الشيء هنا إذا اخترنا خمس مؤسسات، مؤسسة رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بهذا الترتيب، ونفترض أن التكلفة المتوسطة للمؤسسة للمشروع واحد أو المؤسسة الأولى لها هذا المستوى من التكاليف المتوسطة، فنقول هكذا هكذا تكلفة متوسطة. المشروع رقم اثنين له هكذا تكلفة متوسطة يعني أقل من المشروع رقم واحد، ثم المشروع رقم ثلاثة له متوسط تكلفة أدنى أقل من المشروع رقم اثنين، ثم المشروع رقم أربعة نفترض أن له مستوى تكلفة أدنى أقل من التكلفة الدنيا للمشروع رقم ثلاثة، ثم المشروع رقم خمسة وهو يعني الأفضل في هذا المثال والذي يعطينا أدنى مستوى للتكاليف بالمقارنة مع المشاريع الأخرى أو مع المؤسسات الأخرى. فطبعا المستقبل سيكون المؤسسة رقم خمسة. لماذا؟ باعتبار أن التكلفة المتوسطة هي الأدنى فممكن أن تفوز يعني بالسوق، فالذي لديه تكاليف كما سنرى عندما ندرس أسواق الذي يمتلك التكاليف المتوسطة الأدنى يستطيع يعني أن يستعمل الأجور عفوا يستعمل الأسعار كسلاح تجاري. فهنا إذا تنافست مثلا المؤسسة رقم خمسة مع المؤسسة رقم ثلاثة فيمكن المؤسسة رقم خمسة أن تقضي على مؤسسة رقم ثلاثة بسهولة باعتبار أن لديها هامش مثلا في متوسط التكاليف، وممكن أن تربح هذا الهامش لو كانت أسعار مثلا في هذا المستوى والتكاليف في هذا المستوى، فتظل يعني المؤسسة الثالثة بعيدة عن تغطية التكاليف. لماذا؟ أن تكاليفها أكبر من الأسعار الموجودة في السوق أو أسعار المنافسة. فطبعا إذا أخذنا هذه التكاليف المتوسطة على المدى القريب واحد مثلا اثنين ثلاثة أربعة وخمسة نستطيع أن نجد مغلف لهذه المنحنيات ونسميه منحنى التكاليف على المدى البعيد الذي يتضمن كل هذه التكاليف الجزئية أو تكاليف المدى القريب، ونحصل على هذا المنحنى للتكاليف المتوسطة على المدى البعيد. طبعا إذا أخذنا ما هي أدنى نقطة وما هو المستوى الأدنى للتكاليف على المدى البعيد سنجد أن المؤسسة رقم خمسة أو أن المشروع رقم خمسة هو الذي يمنحنا هذا المستوى الأدنى من التكاليف، وطبعا يكون هو محل الاختيار أو الذي يمثل المستقبل بالنسبة للعملية الإنتاجية وبالنسبة لمعيار التكلفة المتوسطة وبالنسبة أيضا لمعيار تعظيم يعني الأرباح كما سنرى في المحاضرات اللاحقة. هذا ما ذكرت لكم يعني قبل قليل، تلاحظوا هنا معي المشروع الأول المشروع الثاني المشروع الثالث. المشروع الثاني في هذا المثال يعطينا
أن التكلفة الدنيا يمثلها المشروع الثاني، هذا مثال آخر. ونلاحظ أن التكاليف المتوسطة على المدى البعيد هي بالأزرق هكذا، هذا الجزء، الجزء الأول هكذا، ثم الجزء الثاني، ثم الجزء الثالث، فهذا يمثل منحنى التكاليف على المدى البعيد. وطبعا هذا المنحنى أو هذا الأفق الزمني للتكاليف المتوسطة يرشح المشروع رقم 2، لأنه يولد لنا أدنى التكاليف ممكنة بالمقارنة مع المشروع رقم 1 والمشروع رقم 3. طبعا لو أن الاقتصاد في هذا القطاع مال إلى إنتاج يعني الكمية 3، لو افترضنا هنا مثلا معنا مستوى إنتاج 10 كنطار مثلا، لو أراد الاقتصاد أن يذهب إلى 12 كنطار، فطبعا ستكون تكاليف يعني أكبر، تكاليف متوسطة. وطبعا التكاليف المتوسطة أكبر، هذا له إنعكاس على مستوى الأسعار، ستكون الأسعار يعني أكبر. وبالتالي نقول على المدى البعيد تكون هذه النقطة هي لها أفضلية ولها أمثلية بالنسبة للمنتج وبالنسبة للاقتصاد. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى مرتبطة بما يسمى اقتصاديات الحجم. طبعا هذه النقطة مرتبطة بما رأيناه يعني قبل قليل. لو أخذنا مثلا هذا المنحنى للتكاليف المتوسطة على المدى البعيد، نلاحظ من هذا المستوى مثلا للإنتاج القريب من الصفر إلى هذا المستوى، نقول مثلا 100 ألف طن، هنا نلاحظ أن التكلفة المتوسطة على المدى البعيد لها ميل سالب، معناها تتناقص، هنا ميل سالب إلى هذا المستوى. إذن هذه المرحلة هنا لها هذه الميزة، كون أنا كلما أضفنا مستوى إنتاج جديد وكلما توسعت المشاريع، كلما زاد حجم الإنتاج كلما كانت التكاليف المتوسطة أقل، وهذا مفيد بالنسبة كما ذكرنا للمؤسسات الإنتاجية وللاقتصاد ككل. فطبعا إلى أن نصل إلى أدنى مستوى للتكاليف، فهذا المجال نسميه مجال اقتصاديات الحجم. اقتصاديات الحجم، في حين نلاحظ أن الجزء الثاني من التكاليف المتوسطة على المدى البعيد يمتاز بميل موجب. إذا أخذنا هكذا الميل مع نقطة تماس مع منحنى التكاليف، نلاحظ أن الميل هنا موجب. وطبعا هذا المجال هنا يمثل لنا الاقتصاديات، يعني لا توجد يعني اقتصاديات، لا يوجد توفير ولا يوجد اقتصاد كما يقال يعني بالمصطلح العام، الاقتصاديات الحجم، أي لا توجد يعني اقتصاديات الحجم. وطبعا إذا خير الاقتصاد بين هذا المجال وبين المجال الأول يختار المجال الأول طبعا، لكن الأفضل هو أن يوجد يعني الاقتصاد في الوضعية الوسطية، يعني أن يكون قد استخدم أو استفاد من وفورات الحجم أو اقتصاديات الحجم بشكل كامل، قد استكمل استفادته من التكاليف المتوسطة الدنيا، وقبل أن يعني تبدأ الاقتصاديات الحجم يقف عند هذا المستوى، أن هذا المستوى يمثل يعني أفضلية كما ذكرنا وأمثلية بالنسبة للإنتاجية وبالنسبة للتكاليف وبالنسبة للربحية وبالنسبة للكفاءة بالنسبة للاقتصاد. طبعا هناك مبدأ العوائد إلى الحجم، وهذا ذكرناه يعني في عندما درسنا الإنتاج. أذكركم مثلا هكذا، لو أخذنا هنا مستوى للعمل، هنا مستوى رأس المال، إذا أخذنا هكذا منحنى الإنتاج، نفترض مثلا 100 طن، هذا المنحنى الآخر، هذا منحنى آخر، يعني لدينا خريطة لمنحنيات الإنتاج، ثم لدينا أحجام لعناصر العمل وعناصر يعني الرأسمال. هكذا، أيوة. إذا أخذنا مثلا هكذا، مثلا واحد، هنا واحد، نحصل على مثلا 100. إذا أردنا أن نضاعف من عدد العمال 2،
ثم هنا ننتقل إلى اثنين، فسنصل إلى منحنى إنتاج هكذا. يعني هنا معنا 100 كما ذكرنا، ثم إذا ضاعفنا عدد العمال يعني من واحد يعني من 100 عامل إلى 200 عامل، وضاعفنا عدد الأجهزة من 10 إلى 20 مثلا، فممكن أن يتضاعف مستوى الإنتاج، أن يكون يعني إنتاج، أن ينتقل الإنتاج من 100 إلى 200، فنكون هنا في حالة العوائد إلى الحجم الثابتة. يعني تضاعفت أو زاد مستوى الإنتاج بنفس النسبة التي زادت بها عناصر الإنتاج، فنقول هنا لدينا عوائد إلى الحجم ثابتة، وهذا ذكرناه عندما درسنا دالة الإنتاج. طبعا إذا زاد مستوى الإنتاج بالنسبة للمدى البعيد سواء بالنسبة للعائد أو بالنسبة للاقتصادية الحجم، نلاحظ هنا أن الزيادة في الإنتاج ممكن أن تنخرط في اقتصادية الحجم عفوا، لكن إذا تجاوزنا حد معين سندخل يعني في اقتصاديات الحجم، لا اقتصاديات الحجم عفوا، يعني نكون يعني ندخل في إطار السلبيات أو تزيد التكاليف متوسطة. بطبيعة الحال هذا المبدأ، مبدأ يعني عوائد الحجم، هو مرتبط بالجانب الفني أو الجانب الكمي للإنتاج، أما اقتصاديات الحجم فهي مرتبطة بالتكاليف، يعني مرتبطة بالأسعار، أسعار عناصر الإنتاج، أسعار العمل، أسعار الرأسمال، وأسعار المواد الطبيعية أو أسعار الطاقة إلى غير ذلك. فنواصل هذا المثال، نحن قلنا إذا تضاعفت عناصر الإنتاج يتضاعف بنفس الدرجة مستوى الإنتاج، فنقول أن هناك عوائد الحجم ثابتة، في حين لو افترضنا أن المنتج ضاعف من عنصر العمل يعني من 1 إلى 2، وضاعف من عنصر الرأسمال من 1 إلى 2، لكن مستوى الإنتاج لم ينتقل إلا إلى 150، يعني لم يتضاعف، فنقول في هذه الحالة يعني في الحالة 150 لدينا عوائد إلى الحجم متناقصة، بحيث أننا ممكن للمنتج أن يتوقع يكون لديه مستوى إنتاج أكبر يعني أكثر من 100، لكن لا يتوقع أن تكون الزيادة يعني أقل من نسبة زيادة في عناصر الإنتاج. فالزيادة هنا نلاحظ أنها 100%، لكن الزيادة هنا نلاحظ أنها فقط 50%، فنقول أن العوائد إلى الحجم متناقصة، في حين لو افترضنا أن المنتج قد ضاعف من عناصر الإنتاج من 1 إلى 2، من 1 إلى 2 بالنسبة للرأسمال، ثم انتقل حجم الإنتاج إلى 300، يعني من 100 إلى 300، يعني تضاعف 3 مرات، فهنا طبعا نكون في حالة العوائد إلى الحجم المتزايدة. لدينا 3 حالات. إذا مسألة أو مبدأ العوائد إلى الحجم مرتبط بدالة الإنتاج، مرتبط بالزيادة الفنية أو الكمية على مستوى دالة الإنتاج على المدى البعيد. طبعا كذلك مصطلح اقتصاديات الحجم مرتبط بالتكاليف على المدى البعيد، فإذا كانت التكاليف تنخرط في اتجاه الانخفاض لهذه التكاليف، فنقول أن هناك اقتصاديات للحجم، أن هناك وفرات ممكن أن تستغل، أن هناك فرصة لتقليص التكاليف إلى أن نصل إلى أعلى مستوى ممكن من الإنتاج، المستوى الكفء وليس الأعلى هكذا بشكل يعني دون قيود، فنصل إلى الأفضل مستوى أو المستوى الكفء الذي يحقق لنا أدنى التكاليف. إذا تجاوزنا هذا المستوى نلاحظ أن التكاليف تبدأ يعني في الارتفاع كما ذكرنا. لماذا؟ لأن الميول المرتبطة بالتكلفة المتوسطة تنقلب من سالبة إلى موجبة، فتبدأ يعني سرعة في ارتفاع التكاليف، وطبعا ندخل يعني في منطقة أو في مرحلة غياب يعني اقتصاديات الحجم أو غياب وفرات يعني الحجم. نكون بهذا يعني قد أتممنا الفصل حول نظرية التكاليف، والمحاضرات يعني المقبلة ستكون حول الأسواق، سنبدأ بالسوق التنافسي، ثم ننتقل إلى دراسة سوق الاحتكار، ثم ندرس يعني وضعية الأسواق بين المنافسة وبين الاحتكار وما يسمى بالأسواق الغير تنافسية. والسلام عليكم ورحمة الله.